السنوية 28 لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي للإيزيديين كأول ثمرة جناها الإيزيديون بعد تحرير إقليم كردستان من سطوة النظام العراقي السابق. اليوم تحت ظل حكومة وبرلمان إقليم كردستان أصبح مركز لالش الثقافي شجرة مثمرة لخدمة المجتمع الكردستاني. اليوم تحت ظل حكومة وبرلمان إقليم كردستان أصبح مركز لالش الثقافي شجرة مثمرة لخدمة المجتمع الكردستاني بشكل عام والإيزيدي بشكل خاص. منذ تأسيس مركزنا في عام 1993 انبرى مركزنا لنفض الغبار والاتهامات الزائفة بحق معتقداتنا الدينية وانتماؤنا القومي الكردي الأصيل. بلا شك إنه لولا الدعم المالي والمعنوي من لدن قيادة إقليم كردستان وعلى رأسها الرئيس مسعود بارزاني والسيد نيتشيربان بارزاني لما كان بإمكان مركزنا أن يستمر بعمله أو أن يفتتح فروعا ومكاتبا في جميع مناطق الإيزيديين. كما إن الدعم من لدى السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان لمركزنا هو محل الامتنان والتقدير بالرغم من الأزمة المالية الصعبة التي يشهدها إقليم كردستان.